عاوز انتقل الى اخبار النادي الاهلي وصفقاته وحكاياته ورواياته. النهارده كل المواقع او الاهلي اعلن رسميا عن توقيع كريم يحيى الباك رايت النادي الاهلي اللي في سموحه، اللي انا قلت لكم من 10 15 يوم ان هو ووالده راحوا لكابتن سيد لكابتن امير توفيق ووقعوا على بياض وقالوا لهم العقد اهو، احنا عقدنا مع الاهلي خلص ومستمرين مع سموحه، واللاعب لاعب حر. كان في مفاوضات وكلام من نادي الزمالك وانديه اخرى منها الاتحاد السكندري، واحنا بنرفض ان احنا نرحل عن النادي الاهلي بهذا الطريق وبهذا الاسلوب وبهذه السلوكيات. وبالتالي حد احنا مضينا، ولو حد عاوزنا يبقى يجي يكلم النادي الاهلي. هذا الامر تم الكشف عنه اليوم، والسبب ان كريم يحيى باك رايت الاهلي المعار الى سموحه لعب مباراه الامس، وانا قلت لكم في مباراه الامس كانت فرصه ان الكابتن فايلر مستر فايلر يتابع بعض اللاعبين في النادي الاهلي المعارين الى سموحه، منها كريم يحيى وصلاح محسن وناصر ماهر وكل اللعيبه اللي موجود، وحتى شاف حسام حسن واكد ان هو مش عاوز حسام حسن المصري. لكن ابدا انبهاره بقدرات كريم يحيى وقال احنا محتاجين ده لعيب كويس، وده افضل واحد ممكن يجي معانا الموسم اللي جاي من اللي انا شفتهم، يبقى بديل محمد هاني ويبقى موجود محمد هاني. مجد عبد الحميد من واشنطن، اهلا وسهلا بيه. فتم الاعلان النهارده عن التعاقد مع كريم يحيى، وانا قلت لكم قبل كده ان الاهلي يفاوض كريم فؤاد ظهير نجوم المستقبل المعار الى امبي. بعدها يومها بالليل قالها كابتن شوبير، وبعدها كل الناس خدتها من انكل ابو المعاط. طب انت يا عم ابو المعاط كل شويه تقول ان الناس بتاخد منك، طب شوف يا عم دلوقتي اوريك فيديو لعمر خربين الصفقه اللي انا قايلها من يوم 19 والنهارده 25، النهارده كل المواقع الكبيره بتتكلم فيه، يلا كوره وفي الجول وكل الناس. طب انكل ابو المعاطي الى يوم 19؟ لا، احنا بس عند انكل ابو المعاطي نخش نشتمه ونقول له انت ضد الزمالك، لما تكشف صفقه الزمالك بيتفاوض عليها يبقى لا برضو انت وحش، انت ما بتحبش الزمالك، انت عاوز الزمالك ما يجيبش الصفقه دي، فانت بتقول الكلام ده. مهم، فكريم يحيى هو اللي جاي باذن الله للنادي الاهلي كباك رايت، وابدا اعجابه مستر فايلر بيه، وقالوا انه هيتابعوا على مدار الموسم مع سموحه، ولجنه الكوره ابدت سعادتها بمستواه في المباراه الوديه التي اقيمت امس بين الاهلي وسموحه، وفاز فيها الاهلي برباعيه سجل فيها كهربا هدفين، وسجل جونيور اجاييه هدف، ومين اللي سجل الرابع؟ مروان محسن. طيب استاذ عمر قاعد جنبي بيلحقني على طول يعني. في قرار تاني مفاجأة عشان الناس تبقى عارفاه، وهو خلي بالك يا بيه اللي بقوله لك ده افتكره كويس جدا. الأهلي يقرر إغلاق ملف جاكسون موليكا القريب من الانتقال إلى نيس إلى ليل الفرنسي، وسيرينيو جناح سان داونز. قلت لكم الكلام ده قبل كده من فترة، قلت لكم هم عملوا هولد على الموضوع، دلوقتي قال لك اقفل الموضوع ده. ليه؟ لان المطالب لنادي مازيمبي تفوق الخيال وبالتالي الاهلي كان اتفق مع لعيب على 800,000 دولار ووقف مع النادي عند 2 مليون دولار. الناس بقى بتتكلم في ارقام جامده، واصلا هم مش عاوزين يبيعوه، وسيرينيو سنه 30 سنه، فالاثنين بقوا بره حسابات النادي الاهلي. لو لقيت حد بيتكلم ويقول لك هم جايين قول له فانكوش، الا اذا حدثت تطورات رهيبه بقى والدنيا اتغيرت يبقى جاكسون موليكا ممكن يجي. لو تنازل رئيس نادي مازيمبي عن بعض طلباته الماليه. طيب ليه الاهلي عمل كده؟ الاهلي عمل كده لان اللي هقوله لك ده هو اللي هيحصل نهايه الموسم. الاهلي لجنه الكوره والكابتن محمود الخطيب يتمسكون بعوده وليد ازار، وكابتن الخطيب عمل عدة جلسات مع فايلر أعلنوا عن جلسة واحدة فقط، ومع ثلاث مرات أعلنوا عن واحدة فقط، أهمها إن وليد أزارو هيرجع، وإن وليد أزارو بالأرقام أفضل من أي مهاجم موجود في النادي الأهلي، وقد يكون أفضل من أي مهاجم تاني ممكن نجيبه،
زي تريبل ده اللي كانوا عايزين يجيبوه من اندرليخت البلجيكي، ورفضت لجنه الكوره، ولجنه الكوره بتاكد دلوقتي انها صاحبه القرار في الصفقات، والخواجه صاحب القرار في المشاركات في الملعب. مش هيجيبوا له حد غصب عنه، بس مش هو مش هيفرض عليهم شراء لاعبين فوق قدرات النادي الاهلي وفوق امكانيات النادي الاهلي. فوليد ازارو، طب وليد ازارو نفسه ايه موقفه؟ وفقا لجون ادوارد الثالث عشر وكيله، قال لك عاوز هيجي ويمدد عقده، عقده قدامه لسه سنه، بشرط انه يبقى بيشارك. مش هيشارك ومش هيبقى له وجود في قائمه النادي الاهلي، هيقول لهم ايه؟ شكرا. هيقول لهم شكرا. في واحد عبيط كاتب بيقول لي مهدي عبيد، يا ابني حتى مهدي عبيد الخطا اللي عمله الاهلي ما كسبش البطوله. حتى الخطا بتاع مهدي عبيد في مباراه الاهلي والترجي الاهلي ما كسبش فيها البطوله. احنا بنتكلم دلوقتي على نادي القرن الحقيقي بالارقام والبطولات، مش بالمحسوبيه والمجاملات. قال لك كابتن فاروق جعفر، قال لك بالرشاوي والعربيات والبوكت ماني والهدايا وبضربات الجزاء وبالطرد. تاخد تعملهم عليا يا ابني؟ احنا بننتقد اللي قاله واساءته لنادي الزمالك، مش فرحانين انه اساء لنادي الزمالك. جاكو خيبه، افهموا بقى اللي قاله ده يسيء لقلعه رياضيه عظيمه، يسيء لقلعة رياضية عظيمة. حدش فاهم حاجة، كله بيطجن وبيعمل وبيسوي. المهم كابتن سيد عبد الحفيظ برضه من تداعيات مباراة الأهلي وسموحة، إن كابتن سيد عبد الحفيظ أبلغ اليوم كابتن حمادة صدقي إن الأهلي موافق على استمرار إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق ولاعب خط الوسط ناصر محمد، بينما كريم يحيى سيعود الى النادي الاهلي مع نهايه هذا الموسم. حسين السيد ظهير ايسر النادي الاهلي اللي معار الى الصفاقسي التونسي يسافر الى الصفاقسي و لاستكمال بطوله الدوري العام مع الصفاقسي. طيب اللي انا بقول لك عليه لما اجي اقول لك خبر واجي اقول لك صفقه، اعرف ان انا بقول لك حاجه يعني سليمه. راح فين؟ اهو جيت قلت لك فيديو يوم 19، قلت لك اونكل ابو المعطي زكي يكشف مفاجأة مرتضى لجمهور الزمالك ومفاوضات عمر خربين. اهو يا عم خد مني يا بيه، جمهور الزمالك المحترم اللي بيتابع اونكل ابو المعطي زكي ياخد هذه المعلومة. يفكر مرتضى ونجله المشرف على كرة القدم ومستر باتريس كارتيرون في التراجع عن صفقة إيري بابل اللاعب الأنجولي والتعاقد مع مهاجم صريح. خد مني التراجع عن صفقة إيري بابل، قال لك أنا عندي هافات كتير، هو لاعب مهاري وكويس وكل حاجة، بس يبقى أحسن من مين؟ أحسن من شيكابالا، أحسن من حازم إمام، و والنهارده اسلام جابر مكسر الدنيا اهوت في المباراه بتاعت سموحه، احسن من محمد هناك؟ قال لك لا. احسن هناك من في الجبهه اليسرى؟ قال لك لا. قال لك طب خلاص، طب ما بدله ما نجيب سترايكر صريح، يبقى مع مين؟ يبقى مع مصطفى محمد. طب او لو مصطفى محمد مشي يبقى هو موجود. قالوا طيب، وكاسونجو كابونجو؟ قال لك هو معانا يلعب الدور الثاني ونشوفه. لكن الكلام على فيرويد والتراجع عن ايري بابل يا بيه، خد من انكر ابو المعاطي والله العظيم، بص من بق مرتضى وعيال. ولما اقول لك معلومه قول لي، بيفكر في التراجع عن ايري بابل. هو امبارح كده في اخر المداخله قال لك وعندي مفاجاه للجماهير، فالناس قال لك ايه المفاجاه؟ فالناس قال لك هيروح وزاره التموين تاني والعدس والسكر والزيت والكلام من ده. انا بقول لك لا، التفكير هو التراجع عن صفقة إيري بابل والتفاوض على اثنين، عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اللي الهلال السعودي مش عاوزه، وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبي. هنا أنا بقول لك النهارده
النهارده بقى كل الدنيا عماله تتكلم عن ايه؟ عن جاكسون موليكا، عن سوري، عن عمر خربين. ادي اهوت يا بيه موقع في الجوله اهوت النهارده، ماشي، بيقول تقرير سعودي الزمالك يتحرك لضم عمر خربين. طب الثاني، تقارير سعوديه كارتيروني يطالب بالتعاقد مع عمر خربين. في الجول ويلا كوره اللي هم اكبر موقعين كوره، ماشي. فموضوع عمر خربين بفضل اللي احنا قايلينه من اسبوع، وان هم بيدرسوا ده وعاوزين ده. خربين في الزمالك، الهلال مش عاوز، الهلال مش عاوز. المهم ان يثق المحترمين والعقلاء من جماهير نادي الزمالك العظيم، وليس العيال الابيضه او الشتيمه عديم الادب والتربيه. ان احنا لما بنقول معلومه بنقولها من واقع عملنا كصحفيين، نعرف نجيب معلوم، وبنجيبها منين؟ من بق واحد بندعو الله سبحانه وتعالى ان ينتقم منه ليل نهار، ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر. واحد ما فيش بيننا وبينه علاقه،